قالت هويدا طاهر العضوة بحزب حماة الوطن إن المناقشات جرت مع شباب لديه فهم بمعنى السياسة والحوار الوطني والديمقراطية ويناقش مشاكله بنفسه. لدينا بالفعل شباب على قدر عال من الوعي، وعلينا أن نتجنب أن ينساق الشباب في أي طريق آخر. اولا هيخرج من المجتمع بتاعنا شباب واعي، فاهم يعني ايه سياسه، فاهم يعني ايه حوار وطني، شباب قوي. استحاله العب بفكره خطا، لان هو كده بيبتدي على ارض الواقع يفهم يعني ايه سياسه، يعني ايه حوار، يعني ايه ديمقراطيه، وهو بيناقش مشاكله بنفسه. فبالتالي انا عندي شباب واعي فاهم، مش هقدر يعني بتجنب ان هو ينساق في اي طريق تاني، لان هو شاب واعي فاهم يعني ايه حوار، بيبدا يقف هو ويقول مشاكله ويقول القضايا بتاعته.